لك الكلمة. شكرا سمير، شكرا مدير المداخلة والرخ تشرح الحال، طولتوا عليا بزاف. يعطيك الصحة سمير، على كل حال شكرا. الله أنا نحيي فيك هذه الشخصية، لأن سبحان الله تقريبا نصف ساعة وأنت تفسر في الكلام، ولكن لا حياة لمن تنادي. كل من سمعتهم يعني يتكلموا كانوا الفكرة نتاعهم هي الإقصاء الكامل وفقط، الإقصاء الكامل للطرف الآخر وفقط، يعني رغم أنها ترسانة من الكلام يعني وجهتوه أنتوما وحتى البرنوسي، الأخ البرنوسي المغربي، ولكن لا حياة لمن تنادي. نحن الآن في هذا المشكل، في هذا اللايف ولا في الأخرى، نحوسوا نعرفوا شكون هو اللي يعاني من انفصام الشخصية، شكون اللي يعاني من انفصام الشخصية، وشكون اللي راه مريض، وشكون اللي راه مكبوت. لما تجي انت اصلا تعاني من هذه الفكره وتتهم غيرك بانفصام الشخصيه، راه مشكل. لما تجي انت ما تعرفش ما حتى تردش عليا، انا ما هضرتش عليك انت باش ترد عليا. خليني لا لا، اخويا عصام، دوك عصام نعطيك ما هضرش الكلمه. معاك. دقيقه الجزائر، دقيقه الجزائر، دقيقه عصام، دوك تجيك الكلمه ورجع على روحك وريكم يا بعيد. اخي يا اخي، خلونا نتكلموا، رانا نتكلموا، هذا صراع الافكار ماهوش صراع العضلات ولا صراع السب والشتم. احنا قلنا لما تقول انت تقول فلان يعاني من انفصام الشخصيه، لازم تعطي المعطيات اللي تخليني نقبل كلامك. ولكن لما تكون انت افكارك داخله بعضها، راك انت مش غير تعاني من انفصام الشخصيه، راه عندك خلل ذهني، عندك خلل، ممكن خلل من سمعت. خلونا من الكلام هذا اللي ما عنده حتى معنى. لما تجي مثلا سمعت الاخت الكريمه اللي كانت تهضر قبل ونزلت، قالت بان يعني هذوك اللي كانوا يديروا المظاهرات خلوا بالنظام العام. وانت لما انا في الوطن تاعي ما عجبتنيش، علاش تقول لي عندك حريه الراي وبعد تقمعني؟ وانت نقمع الناس، انا وانت نقمع الناس لما يكون هناك اخلال بمصالح الناس، مش هو باش يسب، انا يسب الملك نمشي نسجن في السجن، لا. لما يخل هذه الديمقراطيه اللي راكم تدعوا فيها، لما انسان يخل بالنظام العام، وشو معناها النظام العام هنا؟ لما يعطل مصالح الناس. اما باش يجي يسب الرئيس ولا الاخرى، وخلال هذاك راه شفنا في الدول الديمقراطيه كامل، نحضر نظام منظور ديمقراطي، ماناش نحكم بمنظوم ديني، نحكم بمنظوم ديمقراطي، منظور ديمقراطي. اذا كنت انتوما يعني جايين هنا تقمعوا في الناس ولا تقولوا الواحد ما عندكش الحق تنفصل، ما عندك حتى حق تقولها له هذه. اذا كنت تتكلم من منظور اسلامي، الاسلام ما رسخش عقيده الحدود هذه بين الدول، ما شفناش الاسلام يقول لك حب الوطن من كذا وكذا، حب الوطن من الايمان، حتى ذاك حديث موضوع، ما كاينش منها. كاين الدين مقدم على الارض. حتى اذا تكلمنا فقهيا، اذا تكلمنا ديمقراطيا، ما عندكش حتى حق تقمعه. انا حبيت ننفصل، ما عندك ما دخلك فيا. صح، باش تجي انت تسميني انفصالي، شكون انت حتى تسميني انفصالي؟ شكون انت حتى تقول لي انت وطني ولا انفصالي؟ شكون انت؟ وانت واش تكون؟ حك انت ما عندكش، لان انا انسان مخرب، انا انسان يقول راني وطني ويخرب في البلاد ويبيع في البلاد ويسرق، يعتبروا ماشي غير خائن برك. مشالك صوت الجزائر، صوتك مشالك. دقيقة عصام، برك نشوف، برك الجزائر راه مشالك الصوت. ها الجزائر الصوت مشالك. واش صوت سامي؟ ما عندوش. اوكي عصام تفضل. عصام اوكي، شكرا، تحياتي لك اخ سمير والاخ البرنوسي والاخت مريم وسمير والاخوان اللي معنا، الاخ الريفي. غادي نرد على الاخ اللي كان كيتكلم دابا الجزائري، مادام انني انا ما قصدتوش النقاش ديالي من الاول، هو رجع لي انا، ما عنديش مشكلة، انا غنرد عليه. مادام انه كيتكلم هو على الديمقراطية وعلى الحرية الشخصية وحرية الكلام والديمقراطية، بنادم يتكلم وما تكونش واحد الإقصاء، ما نقصيوش واحد الشخص ولا واحد الطرف ولا واحد الفئة ولا واحد الأقلية، عنده الحق. ممكن أن نتفاعل مع هذه النقطة، غنقول لي إذا كان هو ديمقراطي والنظام ديالو ديمقراطي، راه هو أصلا عنده واحد الدولة اللي هي مضطهدة ومتهمينها بالإرهاب، دولة ومسمينا إرهابيين هما الماك. هو انت راك عارف السي سمير، هو رئيس جمهورية القبيل اللي هو السي فرحات مهني، هو رجل احنا كنعرفوه مسكين، مناضل، شخصية بارزة، عنده واحد الكفاءة، عنده واحد العقلية، ثقافة، علم، معرفة، باغي يحرر الشعب ديالو، اتهموه بالإرهاب.
هذا ماشي اقصاء، هذا اتهام بالارهاب، هذا راه شي حاجه خطيره اكثر من الاقصاء. نعم. اما الا ما بغيتيش تجلس معاه ولا تناقش معاه هذيك شكل اخر، ولكن ما بغيتيش تجلس معاه وتتهمه بالارهاب وتسميه ارهابي، هذاك راه هذاك ترهيب في حق الشعب. صحيح. في حق واحد واحد الجمهوريه اللي احنا كنعرفوها تاريخيا هي اصل، هي مولات الاصل، هي مولات البلاد. اما الجزائر احنا كنعرفوها دوله مصطنعه ودوله وظيفيه تستخدم من طرف الدوله الاستعماريه اللي هي فرنسا. احنا غا عارفين هذا النظام اللي كيتكلم عليه هو نظام مصطنع مصنوع. اما الا جينا نهضروا على الاصل، الام الاصل ديال البلد راه هما القبيليين، يعطيونا يوريونا الديمقراطيه ديالهم ويوريونا هما نموذج يكونوا ان شاء الله نموذج شمال افريقيا، ويعطيونا الديمقراطيه اللي كيتكلموا عليها، ويعطيو الحريه للشعب القبيلي، وعلى الاقل يخليو له يديروا لهم استفتاء ولا يعطي يشوفوا الشعب اش يقرر مصيره. مادام هما الدستور ديالهم مع تقرير الشعوب، يخليونا نشوفوا الديمقراطيه ديالهم في تقرير الشعب القبيلي، وديك الساعه غادي نقولوا راكم على حق، راكم نتوما دوله ديمقراطيه وكتناديو بالحريات. اللي جاي كيتكلم على واحد الشخص بسيكوبات مادام ان واحد الشخص داير الحلقه، داير حلاقي، داير مع حاط واحد الزيف في الارض، ومع من كيهضر مع راسو عيط العوا، ما مع من دار، ما حتى واحد ما مجمع معاه بوحدو وشاد الكاميرا، وهذا ماشي حمق، هذا ماشي بسيكوبات، هذا ماشي ما عنده شي اعاقه عقليه وذهنيه ولا شي حاجه لداخل عنده. ولكن ملي غنتحاور مع شي واحد اللي اختلفت معاه ومثقف وعنده الباجاج وعنده ثقافه وعلم ومعرفه بواحد القضيه، ممكن تحاور معاه وتناقش معاه، ما يمكنش انا نتحاور مع واحد مريض عقليا. اما هذا الاخ الجزائري اللي كان كيتكلم، انا كنقول له كونوا نتوما هما النموذج شمال افريقيا، وريونا الديمقراطيه ديالكم، واعطيو الجمهوريه القبيل تقرر مصيرها، وديك الساعه نديرو حتى حنا ونمشيو معاكم بحالكم مع اللي بغى. اما باش يجي يبدا يتكلم على واحد الحماق ولا هذيك، انا رديت على الاخ هذا هو اذا كان في الاستماع يطلع يرد عليا، اذا كان بغى يرد عليا. انا بغيت غير يبين لي الديمقراطيه ديالهم ويعطيو للشعب القبيلي الحقوق ديالهم. شكرا الاخ سمير والاخوان، وانا معك، ما نطولش عليكم، نعطي الكلمه للاخوان. شكرا عصام، شكرا عصام. نعم، كل واحد يدلي برأيه، ولكن أنا ثاني كما ذبيا دائما التهجم على الأشخاص ما لازمش يكون، مهما كان الأمر، مهما كان الأمر لازم نتعلم ثاني كما نتهجموش على الأشخاص، ما يهمش، لأن الأفكار في النهاية الأفكار هي الهدف وهي الحل. التهجم على الشخص عمره ما كان هدف. دقيقة، عمرك شكون اللي طلع، مريم ولا حكيم؟ شكون اللي طلع الاول؟ معنا بالي مريم هي اللي طلعت الاولى. سمير نسينا كاع، سمير طروا بعد كي الاخ حكيم، وهي نشوف بس نشوف سمير كان قبل، اعطي سمير ومن بعد مريم ومن بعد حكيم. تحية لكم مجددا، تحية لكم مجددا. وكالعادة الجزائري يلعب دور الشيطان وحاول يصب الزيت على النار في خلاف البسيط اللي هو خلاف الآراء ما بين الأخ شوكي الأخ سامي الأخ بالنصيح. احنا ما نطالبش منا نفكروا بنفس الطريقة، ما نطلبش منا أن يكون عندنا نفس الأفكار، وما نطلبش منا نحجروا على أفكار بعض. كلها والرأي ديالو، كلها والرأي ديالو. الحمد لله احنا في المغرب دولة الحق القانون، يمكن لك تبدي الرأي ديالك ولو تكون معارض حتى للدولة، ما كاين حتى مشكل. احنا عندنا معارضين اللي هزوا السلاح على البلاد، المعارضين الشيوعيين اللي كانوا هما مشاو مع الموجة ديال القومية العربية، ومن بعد تصالحوا مع عاداتهم ورجعوا. أعطي أمثلة، اليوسفي قاد الحكومة المغربية، سعيد عيسى بن يدر اللي رجع للمغرب، ناس الجنوب سمير، ناس الجنوب اللي العائدين اللي رجعوا من الصحراء، قولها لونيس. تماما. احنا عندنا فسحة من الحرية لتعبير عن الرأي. بينما في الجزائر انا غاجبد بعض الادله على انك لا هضرتي فقط حليتي فمك قبل ما تكلم تمشي للحبس. عندي هنا لا فيديراسيون انترناسيونال بور لي دووا دلوم، شوفوا ماذا تقول عن الجزائر وعن معتقلي الراي في الجزائر، باش هذا الاخ هذا اللي طلع يعطينا دروس في
في احترام الرأي وفي الديمقراطية نقول شوف شنو عندك انت في بلادك. هذه لا فيديراسيون انترناسيونال بور لي دووار لون ديال الجزائر. الجزائر دعوة للإفراج عن معتقل الرأي وفتح مساحات للمجتمع المدني، كيطالبوا بفتح مساحات للمجتمع المدني غير باش يتكلموا. وهذه فين؟ هذه راه في أبريل 2024 إلا فتحناها، هي في أبريل 2024 هنا يتحدثون عن معتقلين الرأي. نطالب نحن الجمعيات والمنظمات الموقعة أدنى هذو جمعيات حقوقية جزائرية وقعوا واحد الوثيقة يطالبون فيها بحرية الرأي وبالإفراج عن معتقلي الرأي. نطالب نحن الجمعيات والمنظمات الموقعة أدنى السلطات الجزائرية بالإفراج عن المعتقلين المحتجزين ظلما بسبب التعبير عن رأيهم أو ممارسة حريتهم باش بسلمية بسلمية. أنتم عندكم بمجرد أن أي واحد يتحدث في السياسة معارض أو غير معارض فالمصير ديالو غادي يكون الحراش، المصير ديالو غادي يكون الحراش. ونجبد لك عاوتاني مقال آخر، القدس العربي حتى هو في 2024 ها هو قدامي يتحدث أيضا على معتقلي الرأي. أنت أطلقت جمعيات جزائرية ودولية لحقوق الإنسان بما في ذلك الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان منظمة دولية لمناهضة التعذيب نداء يوم الخميس الماضي إلى السلطات في الجزائر من أجل الإفراج عن المعتقلين المحتجزين ظلما وفتح مساحات للمجتمع المدني. سمعت أنا في الخطاب ديال تبو الأحزاب اللي تحدثوا لي على معتقلي الرأي أش قال لهم؟ قال لهم أعطوني اسم، أعطوني فقط واحد. بينما لمشينا لامنيستي لامنيستي انترناسيونال كنلقاو أكثر من 300 معتقل جزائري بسبب إبداء رأيه. واخا نجيو نشوفوا دابا المنظمات الدولية ماذا تقول على حق الجزائري في التعبير، ونقارنوا حتى بالمغرب. نجبدوا حنا فريدم هاوس هاد فريدم هاوس كدير ريتينغ، يعني كدير واحد اش كتسمى كلاسمون ديال الدول على حسب الحريات اللي عندهم وعلى حسب الديمقراطيات اللي عندهم. انا غندخلوا نشوفوا الجزائر ونشوفوا المغرب، لأن مجرد الكلام زعما جزائري فقط مجرد الكلام، يعني كيجبد من باغوتي يقول فهمتي، ولكن ملي كتقول لي عطيني الادله تما فين الجزائري كيتزير ويقدر يهرب كما هرب احمد سلطان، لان طالبنا بالادله على ما قاله هو. فريدوم الجزائر نجبدوا لكم الاخوان وتشوفوا الفريدوم هادي هاوس ماذا تقول على الجزائر. وتمنى شي جزائر اللي غادي يطلع يجبدنا حتى هو ادله بحال كانيت ويقول لنا فوالا انتم ما عندكمش حريه التعبير حسب المنظمه العالميه كذا وحسب الانديكاتور كذا، فهمتي؟ باش يكون الكلام ديالو يكون عنده مصداقيه. الجيريا شنو هي السي سمير هنا؟ نوت فري. ماذا تعني نوت فري؟ ماذا تعني العبوديه؟ نعم انت غير حر بتاتا. وماذا قالوا على نظام الحكم وعن الانتخابات في الجزائر؟ قالوا انها مزوره. شوف، political affairs in Algeria have long been dominated by a closed elite based in the military and ruling party. يعني العسكر يستحوذون على السلطة في الجزائر منذ إنشاء الFLN. While there are multiple opposition، يعني كان المعارضين parties in the parliament elections are destroyed by fraud. هنا تحدثوا على المعارضة الشكلية وقال لك أن elections اللي هي الانتخابات are destroyed by fraud، يعني كلها مزورة. وما انتخابوا تبون عنا ببعيد، شفنا الأرقام هي متضاربة 5000 شوية طلعت 8000 شوية 11000 لدرجة أن المتتبع تلف ما بقاش عارف أي إحصائية اللي هي صحيحة. واخا نجي نشوفوا المغرب شنو كتقول عليها فريدم هاوس. نجي نشوفوا دابا المغرب واش احنا عبيد بحال الجزائر أم نحنا عندنا هامش من الحرية. يعني الهضره ديال الاخر نتوما المغاربه كتفعلوه كطركوه فقط كلام كلام كلام. انا بغيت كلامي يكون بحالك، اعطيني بمنظمات دوليه، اعطيني دي زانديكاتور. انت شوف السي سمير واعتذر الجزائريين على الصوره، ما عرفتلاش دايرين هاد المساخيت هادو. شوف دايرين البنان ودير الاخر، اعتذر لكم على لا قساوه الصوره. والله الا دايرها فريدم هاوس بالله انت هي اللي دايرها، والجزائر ما دايره والو، ما لقات ما دير في الجزائر. شوف المغرب partially free، يعني احنا عندنا هامش من الحريه. partially هامش يعني نسبيا. نعم يعني عندنا هامش من الحريه، بينما هو not free. يعني not free يعني انك مستعبد not free. وتحدثت على الانتخابات هنا في المغرب،
وقالت ان الانتخابات كدار بواحد الشكل منتظم وما جبدات ما جبداش ما قالش اننا 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 عندنا قامع كما قالت في الجزائر ما قالش اننا عندنا تزوير. ها هي اوفر فيو موروكو هوست ريغولار ملتي بارتي الكشنز بارلمنت هاي فور بارلمنت سي فور بارلمنت اند لوكال بوديز يعني ان المغرب تيدير انتخابات بواحد الشكل اللي هو منتظم ديال ملتي بارتيز ماشي الاف ال ان اللي عندهم هما واحد حزب واحد كيحكمهم من 62 الى يومنا هذا ملتي بارتيز الكشنز يعني عندنا حنايا انتخابات برلمانيه نزيهه وعندنا انتخابات حكوميه نزيهه. يعني انا كنطلب من الجزائريين عطيونا دي زانديكاتور ماشي طلعوا تقول لي انتما الراي وخصكم ما تحجروش على الراي. كيفاش حجروا على الراي؟ هذه كلمه فضفاضه وفضفاضه جدا فضفاضه جدا. انا تقول لي مثلا ان المغاربه ما كيقدروش يعبروا على الراي ديالهم علاش؟ لان المنظمه الدوليه كذا تصنف حقوق الانسان كذا 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 كذا. هنا غادي يكون الكلام ديالك يكون عنده مصداقيه. انتما احسان القاضي تم اقفال القناه ديالو اللي هي قناه فقط في يوتيوب وباج فيسبوك. علاش؟ لان ابدا راي ديالو في سير الدوله. احسان القاضي شفنا خالد نجاز اللي تجرأ انه يعطي بعض الحقائق للشعب الجزائري اللي كانت مغيبه عليه. شفتو كيخرج من الحبس كيداير تقول لك كانوا حابسين تحت الارض مع الجنون. السيد خرج كانه رشيد نجاز رشيد نجاز تماما كانه جثه كتمشي على 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 رجليها. وشفنا مؤخرا هذيك السيده شنو سميتها اللي عبرات على الراي ديالها ديك السيده الستينيه نعم الستينيه مجرد كلمه. دابا بمجرد تعطي الراي ديالك في سير الدوله مشيتي فيها اقل شي سنه اقل شي سنه وداكشي اللي كيدوز عليهم في هذيك السنه راه ولو تكون غسائح وتعرضتي للاعتداء وصرحتي به غير في المطار مشيتي عام الحبس. هاي هذيك التونسيه دنيا تماما دنيا التونسيه. دابا الانسان كيعيش في هذا المستنقع ماشي دوله في هذا المستنقع هذا اللي فيه القمع يطلع ويعطينا محاضرات ويعطينا نصائح هنايا في الديمقراطيه وكيف نحترم الراي ديال الغير. بالله عليك هادشي يقولوا لبلادك عاد اش يقولوا لينا حنايا؟ وشفنا القانون الاخير اللي خرجت به الجزائر انك الا دويتي على الاقتصاد عندك 20 عام ديال الحبس دويتي على الجيش عندك 30 عام ديال الحبس. شنو هذا تكميم للافواه؟ ولا لقاو عندك ستوك ديال الحليب ولا العدس 10 سنين الحبس. يلا يطلع شي جزائري يقول لي كذوب. يعني ما تقدر تشبع ما تقدر تعبر على رايك. ما انت شبعان ما انت معبر على الراي ديالك كما درتي ليها وعلى قال لهم بالله والله العظيم الا مقصوده واللي شديتهم ما نطلق. الدوله الوحيده اخي سمير للمعارضين ديالها كلهم على برا. الدوله الوحيده صافي سير للمعارضين ديالها كلهم على برا. انا كنقصد المعارضين نيت ماشي المعارضين الشكليين كلهم على برا. ما كاينش معارض جزائري في الجزائر ما كاينش مثلا. جميع المعارضين مصنفين ارهابيين كلهم ارهاب تماما. واش خصك تشوفوا تقاضات الماك قاضات الماك سمير يقدر يقول لنا كلهم عندهم احكام بالاعدام والمؤبد. ما عندهمش ديك عام سنتين الاعدام والمؤبد. علاش؟ لان ابداوا الراي ديالهم وطالبوا بالحقوق التاريخيه ديالهم. واش الماك عمرهم هزوا السلاح على الجزائر؟ عمرهم هزوا السلاح على الجزائر فقط هو افكار. احنا عندنا احزاب جمهوريه سمير في المغرب. عندنا النهج ديمقراطي ما هو حزب جمهوري هذا. عندنا عبد الحميد امين هذا جمهوري هذا ومع ذلك كيمارس الحريه ديالو في نطاق المساحه اللي كيعطيها ليه الدستور المغربي. الى تعديتي المساحه الى ما هو سب والتعرض الى رموز الدوله والى مقدسه الدوله كتولي حاجه اخرى عاوتاني. هذيك كتولي حاجه اخرى. ديك الساعه ما كتبقاش ديك الساعه راي ما كيبقاش ديك الساعه راي كتولي خدمه ديال الاجنده ما كتولي ديك الساعه هدام كتولي انت احد معاول الهدم ديال البلاد. وهذه ما كانت حتى شي دوله تقبل على راسها. ما نظنش ان امريكان ولا فرنسا اللي كيضربوا بها ولا سويسرا كاع اللي كيضربوا بها المثال في حقوق الانسان غادي يسمحوا لشي مواطن يسب ولا يتنقص من الرموز ديال الدوله الامريكيه او الفرنسيه او السويسريه. والله يموت يبات في الحبس. غير هما داكشي اللي ما خصوش يدار سويسرا خص المغرب يديرو. لا حنا خصنا تكون عندنا حريه وكذا وهادي اي واحد هضر مرحبا به. لا سيدي اي واحد هضر الى عنده الصفه ديال المعارض مرحبا به. صحفي مرحبا به. مواطن عادي ودواء في نطاق ما يكفو له الدستور من الحريه مرحبا به. ولكن يتعداو هادشي الى المطالبه ما عطاش نوع بحال احمد سلطان وغيرهم لا اسمح لي هذاك ما بقاش معارضه. ولا بحال الزفزافي اللي تنقص من الملك قال لهم لا بغيت يصيفطوا ليه الوفد الحكومي قال لهم لا بغيت الوفد الحكومي بغيت انا الملك يجي لعندي. شنو هادشي هذا؟
واش هذه واش هذه واش هذه حريه سي سمير ولا البساله هذه؟ هذه البساله وهذه قاص الترابي. نعم نعم ولكن في في فرنسا سي سمير اش غيديروا ليه؟ غيغطوه يطبطبوا عليه؟ لا ولكن هي الكلام يقول لك انا زعما باغي انفصل ولا من هذا كلام رايه عادي يقولها ما كاين حتى مشكل ولكن ما تخوضش انت ما ديش الفتنه في المجتمع كامل. هذوك اللي كان كيقول احمد سلطان دوك الخمسه اللي ماتوا والله العظيم الى دماؤهم في في, في رقبتها تاك السيد وهذوك الناس اللي خرجوا هذاك الجمع لان علاش اختلط الحابل بالنابل. الى درتي فيديو فيديو ديال ديال الزفزافي مع الكارد كور غتشوف شي وجوه مافيوزيه خمسه ديال اللي مافيوزيين غاديين معاه وجايين معاه يعني السيد ما بقاش انسان عادي يمثل على نفسه يمثل نفسه ويطالب بحقوق اجتماعيه تعدى داك الشيء الى ما هو اخطر واخطر واخطر ولا البوليس كيتضربوا كيتحرقوا المراكز ديال الشرطه الناس كتموت بسبب سميتو وكيسميوها وكيسميوها في الدوله المغربيه. لا المغرب كان خصو يتدخل انا ذاك ويتدخل بحزم وهذا الشيء اللي دار المغرب. لا نعم هذا شيء هذا شيء منطقي هذا هذا ما راناش نتكلموا على هذه. انا اللي جي لي زون سي سامي اللي جي لي جون اللي جي لي جون في فرنسا اش داروا لهم بالعصا؟ اش داروا بالعصا؟ اش كيطالبوا هاد لي جي لي جون؟ شي مطالب سياسيه فقط مطالب اجتماعيه اللي غير منطقيه غير منطقيه. ولكن عندما بدا حرق عندما بدا الحرق وتكسير الدكاكين ثم كل اللي دخلت ما بقاش رأي تماما يعني ما بقاش رأي اعتقالات بالجملة سامير انا راني كنسكن في فرنسا اعتقالات بالجملة كل نهار 150 كل نهار 16 البرمرسين عصامش الفيديوهات بلاتي شوف شوف الغارد كور بلاتي اسمح لي هذه واقعة وعندي الفيديو الغارد كور ديال ماكرون كتعرفوا ذاك بن 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 شي حاجة راه سمتو حتى هو شدوه كيضرب في البشر شكون اللي شكون اللي عنده الاسم ديالو انا انا الحارس الشخصي ديال مريم وانا مريم ايه تم رجله هو مغربي هو مغربي هو من اصول مغربيه كان كيضرب في المتظاهرين وشدوا لي يعني والفيديو كان دار يعني ضجه ولكن ماكرون ما قالوش ما قالوش ما قالوش لا 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 غير هي لا غير هي يعني النظام الفرنسي استخدمك مريم في النظره ديال في الوقيته ديال لي جيلي جون كانت اعتقالات سمير اعتقالات بالجمله سيرتو لي كاسور ديال باري اللي كتمشيو كيكسروا داك المحلات ديال شنو حتى مولو كيسرقوا البرنوسي كيبدا العنف بن علا بن علا برافو شوف شوف نفهم نفهموا ربما نفهموا ربما واحد الشريحه من المتتبعين ولا المتتبعين هنايا الراي الراي هو كلام فكرة فكرك الفكرة تاعك ما تفكر أنت به هذاك عندك الحق تقوله بكش هي الفكرة هو اللي ممنوع تمنع الفكر ممنوع يعني في الدستور ما عندكش حق تمنع إنسان يقول الفكرة دياله واش راه يفكر. أما باش أنت تبقى تعبر على الفكرة تاعك بالعنف هذاك هو اللي ممنوع ماشي الفكر او لا ولكن اخويا سمير اسمح لي غنقاطعك راه ايمانويل ماكرون ملي خرج بواحد التصريح راه توسطوا دار عمليه السطو على الدستور راه خالف الدستور قال لهم غناخذ قرار بقوه انا كرئيس دوله قال لهم انا ما غنلتجئش للدستور كاينه ديال سي البرنوسي ولا لا شي 48 القانون ديال 48 سمير بلاتي سمير تروى ها هو خالف الدستور هذه القانون ديال هذا القانون ديال 65 اش دار داروا في الاول الفيروندوم البرلمان دار لا ما داش دوزوا على على سميتو على واحد الغرفه اخرى صوتوا ضده وفي الاخير ماكرون يعني ضرب في كل شيء ودار كلمته يعني ما كاين لا دستور لا البرلمان لا وراء سامير بصح هذه القضيه عندك اخي نعم تعالى روتريف نعم نعم انا واش حبيت نقول وي شوف شوف هي 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 المفهوم تاع الديمقراطيه والحياه يعني تاع حريه التعبير ومنا هذا لا يعني ان كاع السياسيين ولا الرؤساء يعني يمشوا بالحق دائما لا كاين الرشوه كاين سياسيين يعملون لمصالحهم الشخصيه كاين في المانيا في الامريكان كاين في انجلترا في كل البلدان ولكن الإنسان الذي يريد يعني تطبيق يعني حق مبادئ الديمقراطية هي كل شيء مقبول إلا السب والشتم والقذف والعنف اللي ماشي مقبول
أما الإنسان يحكي لك على الفكرة دياله مقبول حتى ولو كان يخالفك 100%، فهمت؟ عنده الحق باش يقول الفكرة دياله، ما كش هذاك الإقصاء. ليس هناك إقصاء في الديمقراطية. في الديمقراطية كيديروا زعما الانتخابات، حتى في التلفزيون يجيك الحزب الذي يكرهه، كاع الأحزاب يكرهوه، الرئيس يكرهه. شفنا مثلا لا دروات اون فرانس، كل يعني بزاف ناس يكرهوا لا دروات، ولا حتى الرؤساء يكره لا دروب، ما يقدرش يمنعهم باش يديروا حملة انتخابية، لأن الديمقراطية كيفاش يقول لك تضمن ذلك، فهمت؟ ديمقراطية تضمن حتى العدو تاعك يدير معك الانتخابات. لا خويا سمير اسمح لي غادي نعطي واحد التعقيب على الكلام ديالك، كلام كول كبير. الا جينا نشوفوا فرنسا، ان حتى الرئيس الحالي الفرنسي ايمانويل ماكرون راه غير هاد الولايه اللي خدا راه خداها غير هديه، لان الشعب الفرنسي ما كانش باغي ماكرون، ولكن تفرض عليه ماكرون حيت ملي كان اليمين المتطرف ما هو المنافس ديالو. يعني كاين ماكرون كاين اليمين، بجوجهم خايبين، ولكن ماكرون غير تفرضات تفرض على الشعب الفرنسي، وماكرون راه متسلط على 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 البلد، راه نعم. خالف قوانين والدستور خالفه. نعم 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 عصام عصام راني معك في هذه، ولكن انا ماشي هذا الكلام اللي قلته، ماشي هذا. انا قلت لك الديمقراطيه، الديمقراطيه ماشي ماكرون. انا ماكرون لا يمثل الديمقراطيه عندي، لانه ماكرون باندي، ماكرون باندي، ماكرون ماكرون يتبع المصالح تاعو الشخصيه بامتياز. ماكرون لا يمثل الديمقراطيه انا عندي. ماكرون يخدم روحه برك، لا يخدم حتى الشعب الفرنسي. وحنا شفنا الاستراتيجيه تاعو كلها كانت استراتيجيه، هذيك تاع قبل الانتخابات قال لك ندير انتخابات مسبقه، ومنه هو كان كلش مخطط، يطلع يعني اليسار باش يرفعوه هو، باش هو يولي كيفاش سقط اليمين. سقط لأن اليسار هذاك هو اللي يشغل، طلع ماكرون هو اللي خلى ماكرون على قيد الحياة، هو اليساري الحزب اليساري، وكانت استراتيجية مدروسة، وهذا ليس له شيء بالديمقراطية، لا علاقة بالديمقراطية. لأن اليوم شوف يعني الحكومات في فرنسا في أمريكا وفي جميع الدول تقريبا الأوروبية ما بقاتش هذيك تاع ديمقراطية ولا حقيقة، ما بقاتش كما كانت. اليوم ولات لعب لعبك، ألعب لعبك. اليوم راه اللي يحكمك يعطيك، راه هكذا اليوم باش نقولوا يعني اللي سوء الحظ تاع البشرية. اليوم قليل وانت تلقى نظام يعني حقيقة ديمقراطي، قليل. هذوك راهم في الدول الاسكندنافية، هذو زعما النرويج فنلندا، هذوك مازال فيهم شوية هذيك تاع ديمقراطية مازال. اما هذه ألمانيا بريطانيا فرنسا، خاصة فرنسا، كلام فقط. هذيك تاع ديمقراطية كلام يعني كلام، يعني هذا ما كان، ما بقاتش هذيك تاع قبل 30-40 سنة. صح كانت ديمقراطية، أما الآن إنها كلام وفاقد، لأن اللي حكمك يعطيك. هذه هي.